حسب ما جاء في موقع التلايار تم تفكيك الشبكة بمواد المخدرات والاتجار بالأفراد بالأشخاص. يقول لك أنه الشرطة الفرنسية الإسبانية والجمارك وقفوا 7 أشخاص وحجزوا 3 بابر صغار اللي يهربوا فيها المخدرات دي ناركو باتو. العملية هذه تمت في أليكونت وين كان الناس يحولوا لا دروغ من أليكونت من إسبانيا للجزائر بابور يدي لا دروغ ويجيب الحرالة هذا بابور سيدي بتي باتو يعطيهم دينار باتو يعني بابور متخصصين لهذه العمليات هذو والدروغ اللي يديها ماشي حشيش لا مطلعين النيفو الحشيش تاع الزوله لا كوكايين بابا عندو يديو لا كوكايين ويديو دي بيلول دو دروغ سينتيتيك. كي يفرغوا لا دروغ يجيبوا من الجزائر دائما الحراكه والركبة تاع الحراقة بين 6,000 و10,000 يورو للشخص 6,000 و10,000 يورو لأنه بابر يجريو سريع وكذا تم يوصلك. الشبكة هذه اللي تم توقيفها كانت متمركزة في مدينة أليكونت و بدات التحقيقات حسب موقع أتاليان. بدات التحقيقات البوليسية من طرف فرقة متخصصة في التحريات على شبكات ومنظمات الهجرة السرية اللي جاية من إفريقيا، وهكذا اكتشفوا هذا المنظمة الإجرامية اللي التاجر بالمخدرات اللي هي الكوكايين والحراقة يعني بالأفراد. طبعا تداعيات هذه العملية اللي هي غير كما صرات يعني الخبر جاء البارح في أتاليا اليوم ولا البارح بعد البارح بعد الناس اللي جاوا في البوابر من أليكونت كانت لهم مفاجأة كبيرة، صابوا مفاجأة كبيرة لأنه توقيف هذيك المجموعة تاع لي ترافيكون دو دروغ هادو جات هكذا كبر يعني كانت التداعيات وطبعا كانت اتصالات مع الشرطة الجزائرية ومع الديوان الجزائرية ولا والعملية بدات في بداية شهر ماي نهار 20 ماي بدات الأبحاث وبدأ التوقيفات وبدأ الآخر يعني لأنه البارح باش عنوا عليها يعني أتاليا
والبارح الثاني موقع اوبسيرفر الجيري ساق موضوع خبر عن توقيف كل حراقه اللي جايين وكل خندستاني جايين واللي تاجروا بالكعبه واللي موقفينهم وحجزوا لهم سلعتهم. نعطيكم تفاصيل بعد الفصل.